استمرارا بنهج قيادتنا في احكام السيطرة على مداخل بغداد، وحتى نمنع أي نية لداعش باستهداف بغداد من خلال إدخال مواد متفجرة أو عجلات مفخخة. اليوم بغداد كل السيطرات محكمة وبها أجهزة سونار، هذه السيطرة حقيقة سيطرة الإسلاميات. اليوم راح يتم افتتاح الجهاز سونار قوسي. نهج الوزارة وقيادة عمليات بدعم سيطراتنا بمختلف الوسائل الحديثة وكذلك مفارز الكيناين لغرض تحقيق الانسيابية العالية في تأمين دخول العجلات إلى بغداد وبوقت قياسي. هذا السونار خاص بعجلات 4 طن صعودا ويعمل تحت الأشعة السينية الواطئة واللي تتمكننا من فحص العجلة ومشاهدة ما في داخلها وبالأماكن الصغيرة والدقيقة ضمن العجلة.